السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم 3/1/2021. شكرا لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. هو الله يسهل على المسلمين جميع، اللي ما عندوش الله يسهل عليه، اللي ما عندوش الله يسهل عليه، اللي فرح لولاده الله ينجحوا. اليوم غيدوزوا الامتحان، الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم الرزق، الله يعاون، يا ربي هون عليهم وهون على المغرب ديالنا كلنا. الله يسهل لهذا المرض يمشي في حاله، وبغينا نتلقوا الماسم، بغينا كلشي يكون مقاد الدنيا. الله يسهل لك الامور على خير، والحمد لله يا رب العالمين. شكرا. الحمد لله، بارك الله فيك. شي دعيوه الله يخرج عاقبه بخير، الله يسهل لك الامور ديالنا، الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم الرزق، الله يهون عليهم الصحه التاليه. يا هذا المرض يمشي في حاله، كنطلبوا هذا المرض يمشي في حاله، الله يسهل علينا ويسلم على المسلمين جميعا، والحمد لله يا رب العالمين. هذا شوفوا مازال على الله تزرق هذا المرك منين؟ هذا الجموع الاول المرك ديالو اخويا منين؟ عين عطيك المرك عين عطي، وتحياتي للناس عين عطي، تحياتي لجميع المتتبعين اينما كانوا. هانتوما تزرق هذا لكن دخلتو معاكم اللي ترون السوق غنبارطاجيو عاد دابا مزيان. هانتوما كتشوفو القويم ديالو شحال ديال 6 سنين ولا شحال، جلابة زوينة. بعد غيدير حتى الريال مازال غيدير حتى الريال، هو بقى كيبان فيه دابا حتى الريال، واضح حتى الريال عاد بدا كيبان فيه وبلاصه هنايا وحتى الريال. هذا هو الزرق اللي كيدير 4 ديال الجلالب، كون زرق زرق حديدي كيرجع حتى الريال وكيرجع قمري. اللهم بارك. السوق مازال ما عطاولو خوت. افتتحوا معكم بعد الخير هذا، اللهم بارك. المرق السلام عود ساهل وتباتا كتشوفوا تقريبا عنده 7 سنين 7 سنوات الخوت. شما القوايم ديالو انظروا مع الخير، نعطيو شويه ديال الوقت الخوت، خاصه شويه ديال العلو الخوت على ما كيبان ليا. هانتوما ديال البارديه، واخا شويه هادي مع السلاح غادي يجي هو هذاك. نشوفو مازال السوق ما عطي والو الخوت، واي حاجه غنبارطاجيوها معكم. هانتوما الخوت اي حاجه كدخلات ناخذ لكم صور اول باول. هذا الخوت المرقدسلة طالع جموع على دخلو طويبه ديما كيفاش بنا بالجديد. هانتوما الوقفه
نصوروا ندوروا مع الخيل الخوت مع العود كما كيكتبوا لنا واحد بعض الاخوان كيقول لك ما تقولش الخيل الخيل الجماعه وعندهم الصح وحنا راكم عارفين. مازال على الله مازال السوق ما عطا والو بالنسبه للناس اللي كيسولوا في الاثمنه الا كانت ما راه كنحطوه ما كانش راه شوف معنا الجد هذا خوت شوف انا بلاصي راه كل مره ولا عمر قلت خليه شوف ويا عود انت بلاصيش بلاصينا شوي شرشي وخليه شوف العود وخليه لا ما عندوش الوراق الخوت مرقد خنيفرة ما عندوش الوراق باقي سنة الحليب الخوت هذا الخوت المرقد فاس عاطين فيه 50,000 ريال 2500 درهم المرقد فاس اي حاجه دخلت السوق غنبارطاجيوها معكم هانتوما ندورو مع الخيل ندورو مع العود شوفوا القوايم ديالو هانتوما الخوت طال فيه 70 الخوت اللي بغاه مرحبا مرحبا نشدوك اسي نشدوك يلا سير بسم الله زيد وحده وحده انسى عبد اللطيف خويا ديما خويا الجار سير الله يلا هادي تيفا الله وعندك ما تمدني خوت هاد البرقي هذا رباعي مرقد من لا سفيان هذا سلا مرقد سلا اي حاجه دخلت السوق نبارطاجيوها معكم الخوت شما الخوت السوق مازال ما عطا والو شحال اش قلتي له الرئيس بزاف مليون حتى العربيه واش انت كتشوف هذا مهم دابا كيتباع شحال داير في السنة حميد؟ رباعي المرقد السي حميد المرقد 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 السي حميد شاق هذا الخوت مرقد السماع على الخوت السماع على السماع على
الثومة. وهذا السليماني هذا حتى هو مازال على الله. اي حاجة دخلات كنبارطاجيوها معكم. كتشرو ناس هنايا. هذا المرقد الخزازنة كارطة ديالو 2036 زيد. هم اي حاجة كانت بارطاجيوها معكم. بالكارطة ناضي يا الخوت. مازال على الله السوق ما عطا والو.